مثل ما تعودنا كل نهار سبت حنروح لعند المتنبي الجوي حسان الجردي لنعرف اكثر كيف حيكون طقسنا، وخاصه ليلى انه يومين هيك عم بيقولوا عم نشم ريحه الصيف. تماما، الاسبوع الماضي كان برد كثير، هدول اليومين شوب نتعرف اليوم. صاروا الاربعه كانوا بهدول الاسبوع. تماما، بس احلى نبلش نحس بالدفى. اكيد. يسعد صباحك استاذ حسان. صباح الخير، يسعد صباحك يا هلا. يسعد صباحك، عرفنا على احوال الطقس، مثل ما شفنا الاسبوع الماضي كان كثير انخفاض بدرجات الحراره، ولا امبارح واليوم ارتفاع بدرجات الحراره، نحكي عن درجات الطقس المتوقعه للايام القادمه، وايضا هل في منخفضات ودرجات الحراره للمحافظات السوريه؟ شكرا لك، بدايه صباح الخير من جديد لك. صباح الخير. القريه السوريه الكادر اللي عم يرافقنا هلا بشكل عام بالنسبه لاحوال الطقس خلال ال 24 ساعه القادمه. وفكرة عن حالة الطقس خلال هذا الأسبوع، هذا الأسبوع مختلف تماما عن الأسبوع الماضي مثل ما تفضلتي وذكرتي. الأسبوع الماضي كنا عم نتأثر بأجواء غير مستقرة، انخفاض بدرجات الحرارة، نشاط بسرعة الرياح، كانت الأجواء كثير يعني مع حالات من الهطول المطري في مختلف المناطق. هذا الأسبوع لا، حالة من الاستقرار، على الرغم أنه اليوم ومبارح كان في عندنا حالة عدم استقرار خفيفة عم تأثر على المناطق الجنوبية والقلمون، بتؤدي الى هطولات مطريه بالقلمون تحديدا بهيدي المناطق باجزاء من الجنوب. هلا بشكل عام اليوم درجات الحراره عم تكون اعلى من المعدل، بتضلها من 3 الى 6 درجات مئويه باغلب المناطق على امتداد الجغرافيا السوريه، والجو عم يكون بشكل عام غائم جزئيا الى غائم احيانا تحديدا فوق المناطق الجنوبيه والقلمون، مع بقاء الفرصه باذن الله تعالى لهطل ضخات من المطر فوق هذه المناطق. هلا بشكل عام الاجواء السليميه عم تضل مستمرة بالمناطق الجنوبية والشرقية والبادية السورية. الرياح عم تكون شمالية إلى شمالية غربية في المناطق الشرقية والجزيرة، وشمالية إلى شمالية شرقية في باقي المناطق، خفيفة إلى معتدلة السرعة مع هبات نشطة خاصة بالمرتفعات الساحلية. بحر خفيف ارتفاع الموج. بشكل عام هذا الأسبوع حيكون أجواء مستقرة، أجواء ربيعية دافئة، حرارات أعلى من المعدل. بكرة درجات الحرارة بترجع بتميل للارتفاع من جديد، حرارات أعلى من المعدل من 4 إلى 7 درجات مئوية. أجواء ربيعية دافئة صحي بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة والأجواء السليمية بالمناطق الشرقية والبادية السورية. تستمر الأجواء المستقرة والصحوة مع الحرارات الأعلى من معدلاتها في أغلب المناطق بنحو 2 إلى 4 إلى 7 درجات مئوية حتى نهاية الأسبوع تقريبا بإذن الله تعالى. إذا الأجواء الربيعية المستقرة الدافئة إلى الحارة نسبيا والصحوة هي سيدة الموقف خلال هذا الأسبوع. في هذا الأسبوع هنلاحظ طقس ربيع بامتياز باغلب المناطق، حرارات رح تكون مرتفعه خلال ساعات النهار، واجواء نشعر بدفئها خلال ساعات الليل باغلب المناطق. والاجواء السدينيه هي الشيء الوحيد اللي بنحذر فيه هذا الاسبوع تحديدا بالمناطق الشرقيه وبالباديه السوريه، والتي تؤثر سلبا على مدى الرؤيه الافقيه. بشكل عام الحرارات المتوقعه بدءا من العاصمه دمشق اليوم 26/12، القنيطرة 24، ارتفاع القلمون المرتفعات الجبلية 18/6، درعا 27/12، بالسويداء 24/11، المنطقة الوسطى حمص وحماه 26/13، منطقة الجزيرة محافظة الحسكي 25/8، بالساحل السوري اللاذقية وطرطوس 25/15، بالشمال حلب وإدلب 25/10، دير الزور الرقة البوكمال المنطقة الشرقية 28/13، وأخيرا بالبادية السورية مدينة تدمر 26/12. أجواء ربيعية مستقرة دافئة إلى حارة نسبيا هي سيدة الموقف خلال هذا الأسبوع. شكرا لك أستاذ حسان، وبقية نهار حلو لك.